أمسية رمضانية بصوت سناء موسى، فنانة اعتاد الجمهور على أغانيها وأهزيجها الفلسطينية التراثية كأغاني الأعراس والفلاحة وحب العائلة. لكن هذا ما لم يعتده جمهور سناء، أن تغني صحبة فنانة سويدية بالإحساس ذاته والآلات الموسيقية الشرقية والغربية. التراث السويدي فيه أبعاد موسيقية تختلف عن الأبعاد الموسيقية الموجودة في أوروبا، يعني عندهم الربع درجة اللي هي كمان موجودة عندنا بتراثنا، فحتى أذانهم ما كان غريب اللي إحنا منقدمه، فقدروا كمان يعزفوا معنا إذا الآلة بتسمح طبعا. الأمسية غريبة نوعا ما، والحضور أيضا من الشرق والغرب حضروا، لأن ريع الحفل سوف يذهب لدعم حملات قانونية ضد الحكومة الإسرائيلية من أجل لم شمل العائلات الفلسطينية التي تقيم هنا بدون هوية أو وثيقة رسمية. بدون هوية شو بدي أسوي؟ كذا في داري، وإذا بقدرش أخطر عاطلة من البلد ولا عاطلة من منطقة رام الله، بلاش اليهود يمسكوني في محسوم وبتقول أنت يلا سافري بلدك. تجربة المزج بين التراثين الفلسطيني والسويدي بدت ملائمة للجمهور الذي اعتاد أصلا دمج العادات والتقاليد والثقافات. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.